الزر ده قال مشتهليه ومفروكه. شنو؟ مفروكه. مفروكه؟ نعم. وانا اعمل لك مفروكه كيف؟ انا حصل مره عملت مفروكه؟ يا سحر، ده زول مثقف، زول بيفهم في الرياضه، بيفهم في الفن، في لازم تكرميه بمفروكه. طيب انا بعد ده خلاص وصلت لحد ليه يا اخ؟ ليه معذبني كده؟ ليه تراث ورجعت لنا حياة قديمة؟ أنا ما عندي بها علاقة، أنا ما عندي زمن، أنا عندي قضايا شغالة فيها يا أخي. يا أخي زول ده عذبنا عذاب يا أخي، بسوق في الشارع يا أخي، يا بسوق في الشجرة. لازم ده زول يا أخي، قلت لك أنا زول مثقف، زول في الرياضة، زول في الفن، زول يعني ياخذ راحته. ياخذ راحته يشخر لنا بالليل يا أخي. ما قلت أنوم أنا يا أخي، ما نمتوا كله. معلش يا أخي، ده زول يا أخي، أنا سعيد جدا معه، ساعدني سعادة ما بعدها سعادة. يا أخي ده بياكل في الوطن؟ ده بياكل في الوطن؟ يفرش في الوطن؟ تواضع ده يعني حتى من يا أخي ده ما تواضع، ده انحطاط. ها؟ انحطاط ده. أنا ما بسمح لي نفسي، أنا بديت، أنا بنيته بنفسي، صلقت فيه تواضع وتعمل لي حركات رجعية زي لا 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 بالعكس لازم يا أخي. ما ده قلت لك زول أنا جاني من السماء، زول زي ده عادي تاريخ. خليك جاهز يا تخيل يا وسيد، عليك الله. شوف النزل، قلت لي ما بعرفوه، ما بعرفوني الله. اي قول ما اعرفه، ما اعرفه. طيب لك انا ما بعرفه، عصفور سوداء جرس عليك الله. شوف لحد الناس والله يعني حاجة غريبة، يعني الواحد كده لا يذكروك في الكورة، لا يذكروك في غنى، دين ما حضروا الغنى السابع. ايوه عليك الله، جلدتك دي بتتنسي، جلدتك في 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 صدر المحافل بتتنسي. يا اخي الحتة دي والاسد البلقد يا نعاتي، والاسد البلقد يا نعاتي، يعرف ما لفؤادي وغير مكحول صبي النتينه. لا 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 ندق بها. أنا صديقي يلا بسيط، يلا يا جوهر صدر المحافل، يا جوهر صدر المحافل، روحي معاك تلط بيها. يا جوهر صدر المحافل، لا 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 ما عندنا، لا ما عندنا الحفلة. معقول يعني يكون عندنا حفلة وما أعزمك؟ لا لا ها؟ ناس التراث؟ لا لا دي ما ناس التراث. والله معلش أنا عارفة إنه في إزعاج حبة، لكن إن شاء الله الحياة دي كلها بتنتهي، بس ما في حاجة، في حاجة بسيطة كده بس وبتخلص. عندنا مناسبة بسيطة خاصة بأخوي مهدي. معقولة يا سمير؟ معلش عليك الله تزغي لي فيك، يعني قولوا معلش للإزعاج، بس يعدي يوم الدين إن شاء الله. أوكي شكرا يا سمير، كلمي سعدية برضو لأن نجيب منها بسكول. الله يخليك يا رب. أحرموني ولا تحرموني سنة الإسلام السلام، أحرموني ولا تحرموني سنة الإسلام. لا يا نجات، صوت الغنى ده بريد عندنا، أنا سامعه أغنى قديمة هاي سامعه، لكن بري ما عندنا. لا طيب نايم. أنا عندي حياة شغالة فيها، أنا ما فاضية، لكن والله إزعاج فعلا إزعاج شديد. أنا ما أعرف الصوت يعرفه جاي من وين ويمشي يكلمون. يا زول أنت ما تطلعي، أنا كده مش هشوف الحاصل شنو. تمام اي خليك محلك. يا سلام يا اخي، يا الله يا الله يا اخي، انا ده بتنسي وفي التفكر اصبح وامسي، ايضا تسكن نجوى همسي، وحياتي اجبع برمسي، ما هبتك يا ليلة تمسي، يا ليلة تمسي، يا ليلة تمسي،
حصلت وامتى اجرى غجوسي انت وين يا بدي التمام. سعر سعر كتر المفروكة. جايننا ناس كتار، سليمان ولا مين واحمد وعبد الغني ويوسف والباشا وسليمان وده كله حيجوا كتر المفروقه. كويس الو سعادتك سليمان، ازيك؟ معاك المحامية سعد ابراهيم، ذكرتني؟ سعادتك دارك في خدمة، بس عندكم حراسة فاضية؟ لا جاية انا دي ابيت فيها يومين.